أهلا بكم. طبعا هناك حوار دائما مثير يدور في كل الأروقة الطبية. الحوار يتلخص في أنه مشكلة ما يعاني منها مريض، فالمريض قرر له أن يجري جراحة. يبدأ هذا المريض يعمل كونسولتو، بقى كونسولتو لأهل البيت، مراته وولاده وإخواته وكل المعارف وأصدقائه وكل من لهم خبرات طبية. خبرات طبية تتلخص يعني في أنه عمل عمليات قبل كده. أعمل العملية اللي هم قالوا لي أعملها دي، جراحة ولا منظار؟ وكل يدلو بدلوه، أو كل واحد بيفتي الحقيقة. أنا مرة مريضة اتصلت بيا وقالت لي، يعني أم واحد صديقنا، وقالت لي أنا عايز أعمل العملية، قالوا لي أعملها بالمنظار ولا أعملها جراحة عادية. فواحد قريبي قال لي لا أعملها جراحة عادية. قلت لها ليه؟ ده المناظير دي حاجة متقدمة جدا، ده هي الأحدث دلوقتي في العالم. فردت عليها قالت لي اصل قريبنا ده قال لي. قلت لها قريبك مين اللي قال لك؟ انا عايز افهم. تعالوا نفهم يعني ايه لابروسكوب، يعني ايه منظار. المنظار هو تقنيه رائعه للغايه، اضافت الكثير من الرؤيه لداخل المنطقه الخطيره ايا كان هي ايه. ممكن تكون البطن، ممكن تكون الحوض، يعني مثلا هنا مناظير خاصه بالحوض مثلا. شوف دين الرؤيه اللي انا شايفها دي، رؤيه بعدسه هاي ديفينيشن، يعني حادة الرؤية، ترى التفاصيل ما لا ترى العين العادية. المنظار يقدر يدخل في الأماكن الضيقة، الأماكن اللي نقدر نقول عليها مستخبية، واللي ممكن يكون تليف أو ورم بوظ موقعها الطبيعي. ثم بعد كده بنخرج عادي جدا بعد ما عملنا اللي احنا عايزين نعمله، سواء كان عملية استكشافية أو عملية علاجية، وبيتم القفل بمكان الدخول المنظار. ممكن يكون مكان دخول المنظار ما يزيدش عن نص سنتي او الى سنتي. بعد كده بقى ممكن قوي امونيتور بس عشان اشوف الريكفري اريا، المنطقه دي اخبارها ايه، وبشيل القسطره اللي موجوده وبدي مسكنات الم، لانه ممكن يكون فيه شويه الم وربما احتاج الى بعض الفلويد. ده الاساسيات في المنظار. لكن طبعا كلامي كلام سطحي جدا، كلام راجل بتاع بطنه في مناظير ما ينفعش ما يجودش. فطبعا لازم نفهم بالتفصيل من الذي يستطيع ان يحدثنا عن هذا بالتفصيل. القيمه العلميه الكبيره وطبعا الاسم الكبير الاستاذ الدكتور حسن سيد شاكر، استاذ جراحات المسالك البوليه، زميل جامعتي تورنتو ماكيل بكندا، وعضو جمعيات جراحات المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه. الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا، واستاذ الاساتذه. اهلا بك يا استاذ. اهلا وسهلا. حندل على السلامه طبعا. الله يسلمك. يعني انا طول السنه هقعد اقول لك حندل على السلامه. معلش عذرا، اعذرني في اللي انا عملته ده. جرأة. انا بس حبيت ان انا اقول للناس، اصل ده كان بجد سؤال كتير قوي سأله لي، اعمل عمليه عاديه ولا عمليه بالمنظار؟ ده كان انا ده مطلع سؤالي اللي انا بواجهه كل يوم مع امهات مرضايا، مع اصدقائنا، مع كتير قوي بيسالوا. هو فعلا سؤال متكرر جدا، ونفس السؤال ده بيساله لنا المريض لما يجي. هو طبعا اللي بيخلي السؤال ده هو عندنا في مصر كتير جدا، لان اغلب لسه الزملاء لسه بيشتغلوا بالفتح الجراحي التقليدي. لان هو عمليات المناظير او مناظير البطن دي من الحاجات اللي محتاجه تدريب عالي جدا، وتدريب اطول كثير جدا من الفتح الجراحي، عمليات المناظير يعني مناظير البطن. فلهذا السبب احنا لسه مصر من البلاد اللي بتعتمد جدا على الفتح الجراحي، غير بلاد كتير جدا في غرب اوروبا وامريكا الشماليه. تقريبا اغلب العمليات خلاص بتتعمل دلوقتي بالمناظير البطن، ونادر ما بيفتحوا المريض. فلهذا السبب السؤال ده متكرر مرارا وتكرارا. ما هي مناظير البطن الجراحيه؟ وايه الفرق بين كلمه منظار بطن جراحي ومنظار بطن استكشافي؟ هو خلينا نرجع الاول، مناظير البطن اول ما ابتدت في الخمسينات كان الهدف من المنظار ساعتها ان انا ادخل ابص جوه البطن عشان اشخص حاجه، عشان من غير ما افتح البطن. وده اللي هو منظار البطن الاستكشافي، كل موضوع انا عايز ابص مش اكتر من كده. لكن مع الوقت والتطور الامور احنا نعرف ان احنا ممكن نعمل عمليات بمنظار البطن دوت، ممكن ان احنا ندخل نجري العملية اللي بنجريها بالجراحة من غير ما نفتح البطن خالص. مجرد ان احنا نفتح فتحات صغيرة جدا، نص سنتي سنتي بكتير جدا، ندخل منها الات، والالات دهيت بنقدر نشتغل بيها ونعمل نفس اللي بتعمله الجراحة التقليدية بس بنعمله بمناظير البطن. طبعا لما الاول ابتدينا الحكاية دهيت، يعني ابتدت طبعا مناظير البطن دي تنتشر في الثمانينات من القرن الماضي،
ابتدينا نشوف ان الموضوع مش مجرد فرق في الفتحات بس، لا ده في اشياء كثيره جدا تخلينا دلوقتي نفضل المناظير عن الجراحه التقليديه. لو احنا حطينا الاثنين قدام بعض في كومباريزون، يعني ايه الميزات بتاعت المناظير عن الجراحات التقليديه؟ طبعا اول حاجه والواضحه للعيان الجرح. طبعا الجرح بتاع العمليات التقليديه مريح، وطبعا الجرح ده هو في حد ذاته ما هواش فقط الجرح اللي انت شايفه من بره، لكن زي ما انت شايف في الصوره دي، ده جرح الاستئصال جذري للكلى، ده مريض كان عنده ورم خبيث بالكلى، وزي ما انتم شايفين الجرح تقريبا واخد نص بطنه وما كانش تلات ارباع بطن. طبعا زي ما انت شايف الجرح ده في الجلد، في زيه في العضلات جوه، وطبعا في الانسجه الداخليه. فدي الميزه الثانيه، انك انت لما بتشوف الجرح ده هوت وزيه بالظبط اللي بيحصل في العضلات الجوانيه، يبقى تاثر الانسجه بيبقى اعلى كتير جدا في الجراحات التقليديه. في مناظير البطن احنا ما عندناش خالص الجروح دهيت ولا في الانسجه الداخليه من الجسم. الحاجه يعني شوف دهوت ده مريض عمل نفس العمليه بالظبط بس بمنظار البطن، عباره عن فتحات صغيره جدا نص سنتي مش اكتر من كده، هوت بندخل نعمل بيها العمليه بالظبط. الحاجه الاخرى ان لانك انت ما فتحتش البطن خالص، فانت ما عرضتش خالص الاجهزه الداخليه للهواء، فتقلل فرصه حدوث اصابه او عدوى، تقلل فرصه ان الانسجه دي تتضرر من تعرضها من الهواء. الصورتين جنب بعض هو يعني دي الظاهره للعيان، لكن كمان بالنسبه لنا احنا بتفرق جدا لما تشوف المريض ده بعد كده هوت يوميها بالليل. يوميها بالليل هتلاقي قاعد بيتكلم بيشرب بياكل، تاني يوم يكون خارج من المستشفى، بالمقارنه بانك انت بتشوف المريض اللي هو اللي عامل العمليه التقليديه بيقعد له اسبوع 10 ايام لنفس النوع من العمليات. طيب ايه الاحتياجات اللي تخليني اعمل منظار في البطن؟ في البطن بالذات، يعني انا جبت منظار في البلفس في الحوض، لكن في مناظير البطن ليها انديكيشنز. هي مناظير البطن احنا بنتكلم نقول مناظير البطن بقت بتشمل كل شيء في البطن والحوض، ما بقيناش نقول انها فقط للبطن، يعني لا البطن والحوض. حقيقة احنا مناظير البطن دي اتعملت عشان في وقت من الاوقات نقول خلاص ما بقاش في فتح جراحي، احنا نتوقف عن الفتح الجراحي. زي ما انتم شايفين في الصوره دهيت، هي دي الطريقه اللي بنعمل بيها منظار البطن، بنخرم خرم صغير جدا لا يتعدى النص سنتي، بندخل منه كاميرا، الكاميرا دهيت عاليه الوضوح، وزي ما هنشوف بقى في تقدم للكاميرات دهيت كمان، وندخل الات والالات دي نشتغل بيها من غير ما نفتح ولا حاجه. طبعا الهدف ان انت تتخلص تماما من الفتح الجراحي وبجميع مشاكله. فعشان الهدف الاخير لينا ان احنا ما يبقاش في عمليه ما تتعملش بمنظار البطن. يعني معناها ايه؟ ان احنا نقدر نعمل استئصال كلى، استئصال جزء للكلى، استئصال مثلا الغده فوق الكلويه، ضيق في الحاجة. زي ما انتم شايفين اللي عندنا فتح ولا حاجه، وزي ما انتم شايفين الجراح ما بيبصش على العيان، بيبص على مونيتور قدامه اللي هو شايف منه الكاميرا اللي هي عاليه الوضوح دهيت بتوري له اللي بيحصل جوه البطن. الكاميرا دهيت مش مساله بس عاليه الوضوح، انا كمان اقدر اكبر الصوره لغايه ما اوصل ل10 مرات اللي هو اللي انا بشوفه بعينيا. فمعنى كده ان الامور ادق كثير جدا من ان انا بعملها بعينيا، ان انا بقدر اوصل ان انا اخد غرز في ما لا يتعدى نص ملي وملي، ما اقدرش اعملها بعينيا. ان انا كمان اقدر اوصل زي ما انت حضرتك قلت لمناطق ما اقدرش اوصلها الا عشان اوصلها لازم افتح العيان نصين. طبعا ده يتوجب ان يكون عندك يعني غرفه عمليات متقدمه جدا، غرفه عمليات خاصه بمناظير البطن. زي ما انت شايف فيها هنا هوت في النص ده التاور دوت اللي عليه الشاشه ده هو بتاع اللي هو المناظير او الكاميرا عاليه الوضوح. لازم يبقى فيه الات كتيره جدا بتقيس الضغط جوه البطن، حاجات ضوء، مصدر ضوئي يطلع ضوء قوي جدا. طبعا الات مساعده زي حاجات زي البلازما زي الليزر هنتكلم عليها بعد كده هوت. يعني لازم يكون عندك
وغرفة عمليات مجهزة جدا، وهي دي المشكلة الأساسية عندنا في مصر. إنك الموضوع عشان تقدر تعمل عملية مناظير بطن لازم يكون مكان مجهز كويس جدا، وبالذات وبالتالي بيبقى مكلف جدا. أنا عايز أدخل في معلش في تفاصيل دقيقة شوية. لو واحد عمل عملية كجراح، عمل عملية تقليدية، حالة التوتر اللي بيبقى فيها فريق الجراحي أثناء العملية التقليدية تختلف تماما عن حالة الأداء الجراحي أثناء المناظير. يعني المناظير ما فيهاش درجة التوتر، لأنه أنا مش بضر أوعية دموية، ما فيش نزيف تقريبا، المساحات الرؤية عندي كبيرة جدا، فأنا مش متنرفز أو مش متضايق بسبب أن شريان أنا خبطته فبدأ ينزف فالفيلد باظ في العملية التقليدية. لكن الفيلد هنا أو مساحة الرؤية في المناظير مساحة واسعة المجال. فأنا عايز أتكلم على الراحة النفسية، لأن أنا لفت نظري في العملية اللي فاتت الصورة أن الجراحين قاعدين مستريحين نفسيا. هو حقيقة يعني سواء في الفتح الجراحي أو في المناظير، يعني الراحة النفسية دي بتعتمد على مقدار التدريب الفريق الطبي كله، مش جراح لوحده، الفريق الطبي كله. هل الفريق اللي بيشتغل مع الجراح ده هو فريق ليه خبرة، فبالتالي جراح يقدر يشتغل مرتاح ولا لا؟ فلما تشوف انت الجراحين الكبار سواء بيشتغلوا بالفتح الجراحي او بالمناظير مثلهم بيشتغلوا ريلاكسد والامور ماشيه بسهوله وكلام ده، فهي بتعتمد تماما على مقدار الخبره وتجهيز المكان، ومش بس خبره الجراح، خبره الفريق كله. لان لو جراح مهما كان شاطر وراح اشتغل في مكان مش مجهز كويس او الناس اللي بتساعده ما هياش مدربه تدريب جيد، لا طبعا بيكون متوتر جدا. لكن طبعا زي ما بقول لحضرتك ان المناظير البطن بتدي للجراح حاجات كثيره جدا تخلينا نشتغل. يعني مثلا الصوره اللي قدامكم دي مناظير ثلاثيه الابعاد، دي دلوقتي انا كاني قاعد جوه بطن العيان، انا بشوف الحاجه ثلاثيه الابعاد اللي هي ال 3 دي اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الالعاب الجديده، لما بنروح السينمات الجديده بنتفرج على حاجات 3 دي زي ما انتم شايفين لابسين نفس النظارات اللي هي بنلبسها في السينمات بتاعه 3 دي، دي بتخليك كانك قاعد جوه بطن العيان، شفت العمق كمان بتاع اي حاجه، بتدي صوره لا تتخيلها انك انت ممكن تشوفها. فدي بتخليك تقدر تشتغل بدقه اعلى، تخليك تقدر تشوف حاجات عمرك ما كنت تتخيل انك انت ممكن تشوفها غير في كتب التشريح او حاجه زي كده. الصراحة بتسهل جدا على الجراح الشغل، بتسهل جدا عليه أداء المهمة بتاعته. دي العملية اللي احنا شايفينها دي ليه ورم في الكلى. ده زمان كنا نفتح الفتحة اللي انت شفتوها في الأول، هنا الورم ده هو بنشيله بالليزر. دي برضك من الحاجات المساعدة الحديثة اللي بقت عندنا اللي ما كانش موجودة زمان، ويصعب عليك انك تعملها بالجراحة التقليدية. زي ما انتم شايفين الليزر بيشيل الورم من غير ما يسبب اي نوع من انواع النزيف، بيقفل جميع الاوعية الدموية. لو ان في اي خلايا احنا مش شايفينها بعينينا الليزر بيقضي عليها بدون ما يسبب اي مشاكل في الانسجة اللي حواليها. زي ما انتم شايفين بنفضل نحن نسلط الليزر على المكان دهوت لغايه ما نستقص الورم تماما ونفصله عن الكلى، من غير بقى اي نزيف، من غير ما نضطر نقفل الاوعيه الدمويه بتاعت الكلى. في الاخر خالص بيبقى فقدان الدم لا يتعدى 30 40 ملي بالمقارنه بعيان بينزف كثير ويحتاج نقل دم وكده. زي ما انتم شايفين بنفضل شغالين بالليزر لغايه في الاخر خالص بتلاقي الورم انفصل تماما وبقيه الكليه جميله جدا، العيان يعيش بيها بطول حياته بغير مشاكل وبدون رجوع الورم تاني. ده شكل سطح الكلى زي ما سلطنا على الليزر، عشان لو في خلايا احنا مش شايفينها بعينينا من الورم ده الخلايا دي تنتهي تماما. فالليزر ده مثلا من الاشياء او من الاجهزه المساعده اللي ممكن نستخدمها مع مناظير البطن، ممكن نعمل بيها حاجات كثيره جدا. وهو ده جهاز الليزر اللي كنا بنستخدمه في العمليه اللي فاتت، بس طبعا اللي انتوا كنتوا شايفينه جوه ده الفايبر اللي بينقل الليزر للمكان اللي بنشتغل بيه. سهل الامور جدا علينا. العمليه بدل ما كانت بتاخد وقت كبير كانت بتسبب مشاكل كتير للعيان، العيان بيعمل العمليه ديت تاني يوم تالت يوم بيروح بيته. ممكن الفتره الزمنيه للعمليه تكون نفس اللي احنا شفناها في التلفزيون دلوقتي، هي الوقت بتاع استئصال الورم لا يتعدى 10 دقائق. بالظبط، يعني تقريبا قريب من الوقت اللي احنا عملناه. لكن هو طبعا انت لازم بتعد البطن والكلام دوت، فالعمليه كلها في الاخر بتاخد لها ساعه ونص ساعتين والعيان بيكون في اوضته بعد كده. وعمليه صعبه مش سهله. طبعا يعني بالمقارنه بالفتح المطلقه كده. احنا بنتكلم على عمليه ميجو، عمليه واحد عنده ورم. صحيح ورم ممكن يكون خبيث في الكلى.
عايز اروح للمشاركه الرائعه ما بين التكنولوجيا وبعضها. المناظير خدمتها الليزر، خدمتها البلازما، يعني كلهم خدموا بعض. واضح ان في كومباينيشن كمان. صحيح، زي ما اتفقنا ان هو المناظير البطن دي من الحاجات المتقدمه جدا. عشان تسهل المناظير دهيت وتخليها تعمل عمليات اكبر واكبر لازم يحصل تطور كبير جدا. احنا شفنا واحد منهم او اتنين منهم اللي هو المنظار ثلاثي الابعاد، شفنا كمان الليزر، لكن كمان اللي احنا شايفينه ده بلازما. البلازما ده هو دي عباره عن نوع من انواع السيركتس الكهربائيه، دائره كهربائية اللي هي بنسميها ثنائيه القطبين. البلازما دي بنستخدمها في انها بتقفل الاوعيه الدمويه، يعني معناها طول ما احنا شغالين بدل ما احنا نشوف كل وعاء دموي ينزف نمسكه او كلام دوت، البلازما دي بنقدر نسلطها على الوعاء الدموي دوت فتقفله فتقلل نزيف. الحاجات اللي بتسهل جدا ان احنا نستخدم اللي هو المناظير. بس مش بس كده، ابتدى يبقى فيه دلوقتي روبوتس، او مش بقى لها كذا يعني 10 سنين مثلا. الروبوتس دهيت من الحاجات اللي عملت تقدم كبير جدا جدا في المناظير، في جراحه مناظير الجراحه. زي ما انتم شايفين ده الروبوت لابس اخضر، ده جراح قاعد بعيد خالص، ساعات بيبقى في اوضه ثانيه وبيتفرج على الشاشه قدامه وهو حاط عينه في شاشه، وايده ده هي بتشتغل في اللي بيعمله بايده الروبوت اللي هو راكب على العيان ده، هو بيعمله جوه بطن العيان. المساله مش مساله ان هو جراح يقعد مرتاح، لانه الفكره في الروبوت ده هو ان زي ما انتم شايفين حركه ايد الجراح بتترجم لحركه بتاعه الاله. يعني شوف الجراح جاب ايده لمين، الاله بتحول جوه بطن عين لمين، جاب ايده الشمال بتحول جوه بطن عين الشمال. دي ايدين الروبوت اللي بتبقى جوه بطن العيان، طبعا صوره مكبره جدا. الروبوت ده لا يتعدى اللي هو القطر بتاعه 5 مللي. الالات دهيت بتترجم تماما حركه ايدك كانك بالظبط بتلعب بلاي ستيشن ولا حاجه زي كده. حقيقه الروبوت ده مش اخر حاجه، دلوقتي بقت فيه اسمها الالات الذكيه. الالات الذكيه دهيت دي بقت الات ارخص من الروبوت بكتير جدا، لكن بتعمل عمل الروبوت تماما. بتمسكها في ايدك وزي ما انت بتشتغل بيها بره زي ما هي بتشتغل جوه بطن العيان، او زي ما بتعمل جوه بطن العيان. طبعا دي ترجمه الكلام ده كل اللي بنتكلم عليه، 3D ولا الليزر ولا البلازما ولا الروبوت ولا الالات الذكيه الجديده، دي ترجمه في الاخر خالص لدقه اعلى كبير جدا في العمليات، لنجاح اعلى كتير جدا. طبعا قللت جدا عناء العيان المرضى، يعني المريض بدل ما كان بيقعد في المستشفى مثلا الاستئصال الجذري للكلى ده 10 ايام اسبوعين، بيروح بعد يومين، بيرجع لشغله في ظرف اسبوع 10 ايام اسبوعين بالكثير، بالمقارنه بشهرين ثلاثه. فطبعا فرق كبير جدا 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 ما بين النتائج بتاعه اللي هو مناظير البطن بالتقدم الجديد اللي احنا فيه دهوت، والمناظير او بالمناظير القديمه، وكذلك بالفتح الجراحي. في اوروبا وامريكا بالذات عندهم العيان يعني اقتصاد، يعني الانسان اقتصاد عموما. فتره زمنيه اللي هياخدها بعيد عن شغله ده بيكلفهم فلوس، فهم التقدم اللي بيجروه هدفهم من ضمن اهدافهم الكبيره ان الريكفري بعد العمليه بيتم فتره زمنيه قصيره جدا. المناظير هي اللي بتخدم هذا التقدم او هذه المنطقه، ان العيان بعد العمليه بقد ايه بيرجع، بعد العملية بقد ايه بيعود الى شغله كمان، مش يرجع يعني يروح البيت، لا ده يرجع يعمل شغله كمان. صحيح كلام حضرتك، صحيح 100%. في العالم في اخر 20 سنة توجه لما يقال عنه التدخلات الجراحية البسيطة. والتدخلات الجراحية البسيطة يعني الصورة ده هي توريك مريضة عملت استئصال جذري للكلى بالمناظير، يوميها بالليل شاف طالع بيسألها تاكل ايه. ده يوريك الريكفري السريع، يومين هتبقى في بيتها هي اللي بتطبخ لنفسها. فطبعا زي ما انت تقول الوقت ذهب. التدخلات الجراحيه البسيطه دي الهدف منها انها تعمل تماما ما يفعله الجراحه التقليديه ان ما كانش احسن، بس بدون مشاكل والتعب واللي بيعاني منه المريض بعد العمليه. يعني مثلا زي الليزر، مثلا الليزر في استئصال البروستاتا، انت بتتكلم ما بين عيان كان بيقعد في المستشفى 10 ايام، العيان بيروح في نفس اليوم او ثاني يوم الصبح. مثلا في المسالك البوليه النسائيه حصل طفره كبيره جدا في التدخلات الجراحيه البسيطه. في العمليات بقى الجراحيه اللي هو ان احنا نعمل عمليات ديت بمناظير البطن
عملت طفره كبيره جدا في انها قللت عناء المريض، حسنت نتائج العمليات، خلت المريض يرجع لعمله اسرع كتير جدا، ومشاركته في المجتمع الاحسن لاسرع كتير جدا من قبل كده بدون المعاناه اللي كان بيعاني منها قبل كده. فهو التوجه في ان احنا نتوجه ناحيه التدخلات الجراحيه البسيطه بقى شيء عالمي ومطلب للمرضى، ما هوش فقط يعني للجراحين، لكن مطلب للمرضى كمان انه ما يعانيش في العمليه، انه باقل الاضرار وباقل المشاكل الجانبيه للجراحات انه يوصل لنفس النتائج او ما كانش احسن. كتير من المريضات بالذات السيدات ممكن ياجلوا الجراحه وتخوفوا منها، تخوفا من شكل الجروح بعد الجراحه التقليديه، وكل ست جسمها غالي عليها والراجل كمان بيخاف، بس الستات اكتر، يعني الجرح بعد المنظار شكله يختلف تماما عن الجرح بتاع الجراحة التقليدية. رجعت تاني للجروح بس بعد 3 شهور مثلا ممكن الجرح يبقى شكله عامل ازاي؟ تقريبا مش موجود، مش يعني موجود. تقريبا يعني صعب جدا انك تلاقيه بالذات في السيدات اللي هم البشرة بتاعتهم يعني مفتوح. ده جرح فعلا لا متصوره بعد جراحة بالمنظار بعد 3 شهور، انت مش شايف الجرح اساسا. دي سيدة عملت عملية كان عندها سقوط مهبلي من الدرجة الرابعة، وعملنا لها عملية عن طريق البطن، المقابل بتاعه جرح تقريبا في نص البطن كلها. زي ما انتم شايفين بعد 3 شهور الجروح بتاعتها مش باينه تماما، لازم تدقق فيها عشان تقدر تشوفها. كان نفسي يشيلوا الاسهم. ما هي الاسهم دي عشان تشوفها، انا ما حطيتش لازم. انا عارف عشان لو شالوا الاسهم كنت حضرتك قلت لي في جروح هقول لك دور عليها. لا صحيح، ما هو ده شيء رائع جدا. صحيح. جدا ناس كتير على فكره ما كانتش فاهمه كلمه جراحات محدوده التدخل او جراحات البسيطه او جراحات اليوم الواحد، كانوا معتقدين انها معموله للجراحات البسيطه، يعني الجراحات ذات المضاعفات والشكل المرضي المتوسط، لكن المقصود بها هي جراحات معموله حتى للحاجات المعقده جدا وللمستويات المرضيه العنيفه في الناحيه المرضيه، ولكن هي تكنولوجيتها تستغرق يوم واحد. صحيح. وهو ده الاتجاه العالمي دلوقتي، ان انا اقدر اوصل للنتيجه المرضيه للجراحات التقليديه او ما كانش احسن كمان بس بدون مضاعفات. وده ما هوش بس في مناظير البطن، لا مثلا في استئصال البروستاتا، في الصوت المهبلي، في اشياء كثيره جدا جدا دلوقتي بقت التدخلات الجراحيه البسيطه او المحدوده قدرت توصل لنتائج احسن من نتائج العمليات التقليديه بدون المشاكل والاعراض الجانبيه بتاعه العمليات التقليديه. كل شكر وتقدير طبعا لضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور حسن سيد شاكر، استاذ جراحات المسالك البوليه، زميل جامعتي تورنتو ماكيل بكندا، وعضو جمعيات جراحات المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه، الاسم الكبير وطبعا القدير، اسم عالمي كبير، وطبعا استمتاع ما بعد الاستمتاع ليس للمرضى فقط ولكن اعتقد لطلبه الطب، طلبة الجراحة النهاردة يستفيدوا جدا من المناظير، لو جالهم سؤال في اللابروسكوب أعتقد مش هيروح بقى منهم خلاص في الامتحان بتاع الجراحة، وأيضا الامتياز وأيضا النواب في قسم الجراحة وكل المتخصصين في عالم المناظير استفادوا استفادة كبيرة من وجود أستاذنا القدير معنا. We will be back again.